فيلا الخواجة تسكنيني، المساحة 15,000 متر مربع، المساحة الداخلية للمبنى 1,000 متر، تباع بجميع مقتنياتها اللي موجودة قصاد حضراتكم في الكتالوج، والبيع لدواعي السفر ولأعلى سعر. نفتح المزاد ب 500,000 جنيه. 650 أكرم بزهني 650,000 جنيه. إيه يا جماعة؟ لسه بدري قوي. مليون عاصم بيت دمنهور يقفل المليون. مليون و50 مليون و100,000 ومية المعلم عثمان. كتير يا معلم عثمان، كتير ولا حاجة. بكرة الأرض دي هتجيب قد 8-10 مرات. أنتوا سلمتوا ولا إيه؟ مليون و150 مليون و300 عاصم بيت دمنهوري مليون و300,000 جنيه. 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه البسها هناك. حد قال حاجة؟ 2 مليون و100 2 مليون و100 عاصم بيت دمنهوري. و500 2 مليون و500 حد قال حاجة؟ محدش قال حاجة. 2 مليون و500 على اونو على دوي على تري. مبروك يا سيد، ما تعرفناش على اسم المشتري. دقيقة واحدة وتعرف. المشتري السيد محمود المصري. ازاي يا خواجة تسكنيني؟ فاكرني؟ أنا اسمي محمود المصري اللي اشتريت بيتك. مش تقولي مبروك؟ مبروك 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 مين؟ محمود ابن الأستاذ المصري صح ولا أنا غلطان؟ صح يا عم حنا، يا راجل يا عجوز. أهلا بيك يا عم حنا. وحشني جدا. أنت اللي وحشتنا والله. أهلا أهلا أهلا. أهلا تعال يا شكري سلم على الباشا. الحمد لله على السلامة. شكري ابن المرحوم ويصر. ألف رحمة ونور تنزل عليه. أعرفك بابن يوسف. ازيك يا عم حنا؟ ازيك انت يا حبيبي؟ الله يخليك. طب انا عشان بس لا أطلع. ما يحصلش، لازم نعمله واجب معاك. بقول لك واجب يا عم حنا. لا لا يا سليمان. سليمان مين؟ يا ولد تعالى وجب الباشا. خواجه ها؟ هوريك مين فينا بقى اللي خواجه. ها؟ انا هوريك. جيبه انا. جيبه انا. جيبه انا. أبويا محمود مبروك على الفيلا. لسه حلوة زي ما انت. طول عمرك بكاش كبير يا محمود. ولا اقول لك يا محمود مين؟ تقول اللي انت عايزاه. اقعد يا محمود تشرب ايه؟ اشرب ذكريات واشرب صوتك وعينيكي وشعرك. اتكلمي اتكلمي وسيبيني اسرح.
بقيت رومانسي كبير. ايه كمان؟ ووسيم زي ما انت. يعني اعجب الخواجة دلوقتي ولا؟ قلبك اسود يا محمود. كده برضو انا قلبي اسود. حكيلي اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ عاكسك تتكلمي، صوتك وحشني، اتكلمي سمعيني صوتك. زي ما انت شايف شغل وبيزنس، حال البلد ما عادش زي الاول. فين اسكندريه زمان يا محمود؟ فاكر لما انا يسعدني يا خواجه اني اطلب ايد كريمتك ربة الصون والعفاف كلو. كلو مين؟ كلو مين يا بابا؟ كليو. كلو في الرجل. كليو كليو اسمها كليو. كريمتك كليو. انت اشتغلي ايه محمود؟ انا خواجه اعمال حره وحاليا يعني بادئ في مشروع. يعني دخلك كام؟ والله خواجه يعني حسب التسهيل. وبعدين حضرتك ممكن تسال كليو، هي عندها فكره عني وعن كل حاجه. انا سالتها حبيبي وانا مش معتق. ليه بقى يعني؟ من غير ليه حبيبي؟ انا ما عنديش بنات لجواز. كان قصدك يعني عشان خاطر موضوع الديانة؟ دي موضوع. في موضوع تاني، انت فين محمود؟ بنت كليو فين؟ بنت كليو دي بنتي الوحيدة وأورث كل حاجة. هي بس أنا مش عايز منها أي حاجة. محمود حبيبي في مثل عندكم بيقول مدي لخافك على قد رجليك. كفاية لحد كده يا خواجة. احنا عملنا الاصول يبقى تتكلم بالاصول. يلا بينا يا محمود يا ابني. يلا انما ايه بقى اللي طلعها فجاه كده في دماغ الخواجه انه يبيع الفيلا وعايز يسافر بره؟ حاله غريبه يا محمود. ليله راس السنه نزل الشارع بالبيجامه، بقت الناس تبص عليه وتستغرب، يقولوا له رايح فين يا خواجه؟ يقول لهم رايح بيتي. بيتك اهو يا خواجه. يقول لهم لا، بيتي اللي في نابولي. تصور يا محمود، بيدور على البيت اللي سابه من 60 سنة ايام ما كان عنده 10 سنين، ولما رجعوه اول ما صحي من النوم قال لهم لازم ارجع واشوف اهلي. يا سبحان الله، مين فينا فاهم ايه جواه؟ وانت ليه هتسافري معاه ولا؟ انا سيب بلدي؟ انت جنيت يا محمود ولا تحب نعملوا لك حركه اسكندراني عشان تعرف ان اسكندرانيه؟ لا 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 وعلى ايه؟ سوري انا ما اعرفش ان عندك حد. تعالي ياسمين سلمي لأونكل محمود. أونكل محمود اللي اشترى الفيلا بتاعت بنتك. بنتك؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ازيك يا أونكل؟ ازيك يا روح أونكل؟ مبروك الفيلا. الله يبارك فيك يا حبيبتي. وبعدين انا عايز اقول لك ان الفيلا دي لسه بتاعتك، يعني وقت ما تحبي تيجي تيجي في اي وقت. ميرسي يا أونكل. هو حضرتك تعرف ماما من زمان؟ قبل انت ما تعرفيها. عموما ده الكارت بتاعي، في تليفوناتي وعنواني هنا وبره، لازم اشوفكم. اوكي؟ سعيد ان انا شفتك. سعيدة. باي 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 سميد. خد بالك من نفسك يا محمود.